اليوم نوروز هو بداية يوم جديد لنهاية الاستبداد وموت الطغاة. طبعا دائما برنامجنا كالتالي هو إيقاد شعلة نوروز. طبعا الحضور دائما بيتميز بلباس الكردي وإحياء الليلة بالأغاني والأهازيج الكردية. طبعا وطبعا هذا تمهيد ليوم نوروز اللي هو يوم الربيع، يوم الخروج للطبيعة بألوان الطبيعة. طبعا هذا اليوم دائما احنا حريصين انه نحيي هالليلة مهما كانت الظروف، لأنه بهالليلة عم نثبت وجود الكرد، نثبت تراث الكرد، نثبت هوية الكرد.